خسائر فنية يتعرض لها فريق الأهلي والزمالك بسبب فقدان لاعبين يعتمد عليهم المدير الفني لكل فريق بشكل أساسي في الفترة الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار القلق وسط الجماهير المصرية والتخوف لدى البعض من زيادة الحالات بين القطبين قبل نهائي المرتقب. الأهلي كان قد أعلن بشكل رسمي إصابة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، والذي يعتبر واحدا من القوى الهجومية التي يعتمد عليها الأهلي حتى وإن كان بشكل غير منتظم في التشكيل الأساسي لأسباب مختلفة، سواء للإيقاف أو للرؤية الفنية. ليتلقى الفريق ضربة موجعة ثانية بإيجابية تعيينات وليد سليمان، وعلى الرغم أنه ليس من بين التشكيل الأساسي دائما إلا أنه البديل الأهم، ويكفي أنه هدف الفريق في الموسم الماضي على الرغم من تواجده على مقاعد البدلاء في أغلب الفترات. أيضا في الزمالك، فبعد تعافي حازم إمام ظهير أيمن الفريق، تلقى الأبيض نبأ إيجابية تعيينات محمود حمدي الونش قبل اللقاء المرتقب، وهو واحد من الركائز الأساسية مع الزمالك في الفترة الأخيرة في خط الدفاع مع محمود علاء، فضلا عن تصاعد مستواه الفني مؤخرا سواء مع الأبيض أو مع المنتخب المصري في مباراتي توجو الأخيرتين. الجميع يترقب ما تخبئه الأيام المقبلة، ويصبح التساؤل حول الحلول التي سيبحث عنها المديرين الفنيين سواء باتشيكو أو موسيماني لتعويض الغيابات واللعب بالإمكانيات المتاحة.